دعما للقضية الفلسطينية ومساندة لشعب غزة وما يتعرض له من ظلم وقصف من طرف الصهاينة. نظم المكتب الولائي بشار للتحالف من أجل التجديد الطلابي الوطني وبالتنسيق مع نادي المواهب والإبداع العلمي يوما دراسيا تحت عنوان طوفان الأقصى بالمدرج الرئيسي لجامعة طاهر محمد ببشار. اليوم الدراسي أشرف على تأطيره الشيخ الحاج بن حمو، تحدث عن طوفان الأقصى وما حققه من مجد وعز للأمة، وتحدث الأستاذ أمين عفون عن المعارف المقدسية واقفا على أهم الأماكن المقدسة والشريفة بالقدس والأقصى الشريفين، وعرج الشيخ حمزة بشري على أهم ما يجب أن نفعله من أجل نصرة إخواننا في فلسطين. الصهاينة يا أحباب رسول الله هي منظمة متطرفة عنصرية أسسها ثيودور هيرتزل سنة 1897. كان الهدف الأول والرئيسي لهيرتزل وهو إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. فذهب إلى الدولة العثمانية وإلى سلطان الدولة العثمانية عبد الحميد الثاني يساومه على أرض فلسطين. فذهب إليه وعرض عليه ما مقداره مليارات الدولارات في هذا العصر حتى يبيعه أرض فلسطين. فأجاب السلطان عبد الحميد الثاني بكلمة بقيت في التاريخ ودونت على صفحات التاريخ. قال له: لا يمكنني أن أبيع أرضا للمسلمين، فهي ملك للمسلمين. الصهاينة اشتاطوا غضبا وبدأوا يدخلون ويتوغلون إلى الدولة العثمانية، وكان لهم السبب الرئيسي واليد العليا في سقوط الدولة العثمانية سنة 1924. غزة المحاصرة ولحج علينا جميعا في كل سنة لديهم 10,000 حافر لكتاب الله تعالى. غزة صلاة الفجر كصلاة الجمعة. غزة شعبها أبناؤها أطفالها مثخنون بالإيمان وبقول الحمد لله. إسرائيل استطاعت أن تفسد في الأرض كما شاءت، إفساد أرض وإفساد أخلاق وإفساد شهوات وإفساد شبهات. تسللت إلى قعر دارنا، غزونا في بيوتنا، والمد الثقافي يتسلل إلى بيوتنا. الآن انظروا إلى شبابنا، كلهم صورة مما تمليه إسرائيل وأخلاق إسرائيل، ولم يستطيعوا أن يتسللوا إلى غزة وإلى رجال غزة وإلى مسؤولي وحكام غزة. هذا اليوم الدراسي من أجل نصرة القضية الفلسطينية وفضحا للمجازر الدموية للمحتل الصهيوني يعد واحدا من العديد من الفعاليات التي تقام بولاية بشار نصرة لفلسطين وأهل غزة.